جاشوا فان ألستن شاب أمريكي مسلم في 22 من عمره، عرف على اليوتيوب بحبه للسعودية وأيضا دفاعه عنها، حتى أنه يعرف عن نفسه باسم أبو متعب. جاشوا الذي يصف نفسه بالأمريكي البدوي أطلق هذه المرة فيديو يعلق على بعض الحركات المنتشرة بين السعوديين ويحاول تفسيرها لغير السعوديين. نتابع. كنت مع واحد ثاني ما يطيء وقال والله يا ابو متعب سعودي، يعني فيها حركات باليد السعوديين يسوون كذا اذا يرقصون، فيها حفله وفيها شيء فلاوي كذا يسوون شيء باليدهم، وانا كنت ما اعرف شلون اسويها. السعودي قال يا اخي اذا تقدر تسوي كذا زي السعوديين اعطيك جنسيه، وانا كنت خبل صدقت كل شيء، قلت يمكن اخذ جنسيه عشان اقدر اسوي كذا، وقعد اسوي كذا كل يوم يا اخي، دائما اسوي كذا وما اقدر ما اقدر ما اقدر ما اقدر. One day I prayed، قلت يلا خليني اسوي كذا، زين والله the next morning سويت كذا يا ناس. مثل سعودي قسما بالله، تعال اعطني الجنسيه. وفي حركه ثانيه كذا، صلي على النبي، اصبر، الله يرحم امك، قل لا اله الا الله، وانا شفت الحركه مره كويس.